السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عايز أكتب جافا سكريبت قدام حلين، الحل الأول إن أنا أعمل ملف تكست وأخلي الانتر بتاعه جي إس وأستدعيه، أجي هنا مثلا وأقول له سكريبت وأقول له ملف السورس بتاعي هتساوي وأديله اسم الملف اللي هو مثلا إيه دوت جي إس، خلاص يبقى هو كده هيروح يستدعي الملف دوت. طيب الحل الاخر وهو ان انا اكتبه في قلب الهيد او البادي، ينفع كده في الهيد وينفع كده في البادي. طب الافضل اكتبه فين؟ الافضل اكتبه في اخر البادي قبل العلامه دي، اكتبه هنا. ليه؟ لان اتش تي ام ال بتتحمل كلها الاول والكلام بيتحول الاول، بعد كده ينفذ الحاجه الجافا سكريبت اللي انا عايزها. وينفع اكتبه في الهيد؟ اه ينفع، ينفع اكتبه هنا، ينفع، مفيش اي مشاكل خالص. طيب خلينا اجي هنا واقول له سكريبت، تمام، وباجي هنا في السكريبت وهبدا اعرف متغير، هقول له مثلا let x بتساوي 15 واقول له alert x، تمام، اقول له كنترول اس فهيجيب لي this page say 15، تمام، جاب لي شاشه تحذيريه. طيب ممكن بعد ما اخليها اكس بتساوي 15 اقول له ان السي ان الاكس بتساوي 30، تمام، هيعمل ايه؟ هيغير لك قيمه، هو راح يطبع الاكس، لا الاكس ب 15 وبعد كده خلناها ب 30، ده متغير يعني ليه دي بتبقى متغير على اساس ان انا اسهل على نفسي التعامل. ممكن اعمل تغير، اعمل متغير وهو اديله قيمه واقدر اغير القيمه دي كل شويه، بس المتغير ده ما ينفعش يكون في مسافات، يعني ما ينفعش اكس شرطه سي، لا، تمام، لازم ما يكونش في مسافة. لو عايز اكتب كلمتين يا اما اعمل اندرسكور واكتب الكلمة التانية، او ممكن الغي ديت واخلي اول كلمة كابيتال على اساس ان هي تنفع تتقري. طيب الاسم المتغير ما ينفعش يبتدي برقم او يرفض الكلام دوت، تمام، لا لازم يبقى يبتدي بحرف، و لو هو كابيتال تعرفه بعد كده ان هو كابيتال، كابيتال والسمول بيفرقوا، يعني ممكن يبقى متغير بكابيتال ومتغير سمول. طيب لو انا عايز اخلي رقم ثابت محدش يقدر يغيره، هقول له كونسترينت الواي بتساوي مثلا 22، محدش يقدر يغير ال 22. طب لو بعد كده جيت قلت له اليرت وقلت له خلي دي اعمل اليرت للواي، قلت له كنترول اس، اول حاجه يعملها هيمشي خطوه خطوه، هيخلي اكس ب 15 ويخزن عنده في الذاكره، بعد كده خلاها 30 خزن عنده في الذاكره، اول ما اقول له اطبع 30 هيطبع لي 30. طيب بعد كده يعمل ايه؟ يروح لبعديها الواي ب 22، الواي ده ثابت مش هيتغير، هيقول له اليرت واي هيطبع لي ال 22. وممكن لو انا عايز اخليه يكتب حاجه اقول له دوكمنت دوت رايت وروح كاتب الحاجة اللي أنا عايزها، لازم سيمي كولن، وأقول له إيه هل هاي إيفريوان، وأقول له كنترول إس فيبدأ يقول لي ده 30 ده 22 هاي إيفريوان.